طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تداعيات الطقس السيء اللي بتأثر على كل حاجة في حياتنا، وطبعا بتأثر على المحاصيل الزراعية، وده بيخلي وزارة الزراعة بتوجه بعض النصائح للفلاحين للوقاية والتقليل من آثار الطقس السيء. خلينا نفهم ونعرف ايه التأثيرات اللي ممكن تحصل على الأراضي الزراعية، وازاي المزارعين يتعاملوا مع موجة الصقيع والبرد اللي احنا بنعدي بيها. كل ده هيجاوبنا عليه الدكتور محمد فهيم، المنسق العلمي للجنة متابعة التغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور، وقول لنا ايه هي النصائح اللي بتقدمها الوزارة للفلاحين علشان يعدوا موجة الطقس البارد ده من غير خسائر على المحاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير استاذ هدير، استاذ محمد. صباح النور. طبعا يعني للاسف الشديد موجة البرودة القارسة الموجودة حاليا واللي متوقع انها تستمر لمدة لهذا الاسبوع كمان عشان يبقى الناس واخدة بالها كده. في الحالة دي بنقول ان طقس مصر او مناخ مصر لم يعد حار جاف صيفا ولا دافئ ممطر شتاء. هذه التغيرات الكبيرة في تفاصيل المناخ ده اللي خلت الدولة المصرية بدأ يبقى عندها اهتمام كبير جدا بهذه القضية، ولعل طبعا ان شاء الله توجهنا للمؤتمر الاطراف القادم نهايه هذا العام في شرم الشيخ، قامت الرئيس اتكلم كثير على موضوع تغير المناخ. ما تشهده البلاد حاليا هي موجه شديده البروده عن كتله قطبيه للاسف الشديد موجوده على قطاع كبير من شمال افريقيا مش مصر بس. لعل ان مصر رغم كل ما يحدث هي اقل البلاد تعرضا للبروده، لان في سوريا وفي الاردن وفلسطين وفي اجزاء من تونس والجزائر في صقيع والسلوك حقيقيه نتيجه عن هذه الموجه. هذه الموجه بهذه القوه هي احد نواتج تغير المناخ. شتاء مصر معروف ان هو شتاء بارد وكل اهالينا وابائنا واجدادنا عارفين ان شتاء مصر بارد، ولكن مش بهذه الدرجه. هذه الظروف الموجوده تستدعي ان يكون هناك توصيات مهمه جدا لاهالينا المزارعين في كل مكان في مصر، وخاصة ان درجات الحرارة منخفضة في كل المحافظات تقريبا. بعض المحافظات بتتعرض لانخفاض كبير يسمى الصقيع. الصقيع ده عبارة عن تكون طبقات صغيرة او دقيقة من الثلوج الفعلية على اسطح النباتات نظرا لانخفاض الحرارة عن 4 و3 درجات ليلا مع وجود سكون الرياح، على طول بيتكون الصقيع. الصقيع للاسف هي ظاهرة مناخية خطيرة وضارة على بعض الحاصلات. خلينا نقول بس ايه المحاصيل اللي تاثرها بسيط الاول نبدا بيها. كل المحاصيل الشتويه الحمد لله تاثرها بيكون محدود، بنتكلم على القمح بالتحديد وعلى الفول البلدي على الشعير على البرسيم. دي محاصيل في الاصل محاصيل شتويه هي بتتحمل البروده، ولكن حتى لو في مراحل الانبات زي القمح مثلا؟ لا، معظم مصر تجاوز مراحل الانبات، احنا بنزرع في اول نوفمبر، بالتالي احنا دلوقتي داخلين على فوق ال 40 يوم لمعظم الزراعات. يعني فالحمد لله محصول القمح المحصول القومي نقدر نقول هيبقى فيه نمو، النمو هيتاثر شويه، ده محتاج دعم من اهالينا المزارعين ان ما حدش ياخر ريات القمح وخاصه الريات التشتيه اللي هي الريه الاولى بيروها على 40 يوم او 45 يوم، يا ريت ما يطولوش على هذه الريه، لان القمح محتاج ميه ومحتاج في نفس الوقت مركبات طاقه فسفور وغيره بتتحط مع الميه، مش هقدر احطها للقمح الا مع الميه، فبلاش نطول هذه الريه زي ما احنا متعودين، الظروف المناخيه لا تسمح. بالنسبه للصور المعروضه الثوم والبصل بدا يبقى فيه جفاف للاطراف بسبب نقص الفسفور، معروف ان الفسفور النبات ما بيقدرش يتعامل معاه في البرد الشديد. فاتمنى ان يكون في اضافه لمركبات الفسفور سواء حامض الفسفوريك او الرش بالماء بعالي الفسفور لمحاصيل البصل والثوم، وهي برضو مزروعه في مساحات كبيره في مصر. البنجر دلوقتي عندنا مساحات كبيره من البنجر دخل في مراحل التحجيم الحقيقيه، فبالتالي محتاج مركبات البوتاسيوم ان انا اضيف سلفات بوتاسيوم. انا معلش انا بتكلم بالتفاصيل شويه لان التفاصيل دي مهمه بس للناس. بكل تاكيد يا دكتور. شكرا جزيلا. مركبات البوتاسيوم مهمه، سواء كان سلفات بوتاسيوم مع الري للبنجر او سواء كان نترات او سترات بوتاسيوم. في الاخر في توصيه مهمه للمزارع نفسه ان هذه الاجواء شديده البروده ليلا وصباحا وهو اول واحد بينزل من البيت يخلي باله كويس جدا من نفسه، استاذنه يكون طبيعه لبسه ملابس ثقيله جدا علشان الجو. طيب يا دكتور انا عايز اسال حضرتك، هل احنا ممكن نستفيد من الجو البارد ده بان احنا نزرع محاصيل ما كانتش بتكون موجوده عندنا قبل كده؟ بالظبط، السؤال ده كويس جدا على فكره. انا في محاصيل فعليا بتحتاج بروده اللي هي اسمها محاصيل
الفاكهه المتساقطه اللي هو التفاح والكمثري والعنب والبرقوق والخوخ والرمان، دي محاصيل اسمها محاصيل متساقطات، يعني لازم تاخد احتياجات بروده معينه في الشتاء عشان تقدر تبدا الموسم في الربيع وتظهر وتعقد. اللي هي احتياجات بروده، انا لغايه دلوقتي مرتبط باصناف معينه من هذه المحاصيل في مصر، ما اقدرش اجيب اصناف بيبقى انتاجيتها احسن وجودتها افضل بالنسبه للمحاصيل المتساقطات، ما بقدرش اجيبها لان لها احتياجات بروده عاليه، حتى لو حضرتك من ضمن المحاصيل المهمه زي المكسرات اللوز والبندق والكلام ده كله، انا ما بقدرش ازرعه في مصر لان احتياجات البروده عاليه. لو استمر شتاء مصر بهذه البروده، طبعا هو يعني لا نتمنى ان يكون بهذه الموضوع برضه، لان في قطاعات كثيره من المحاصيل هتتاثر سلبا، فبالتالي ممكن نزرع هذه الاصناف، واحيانا ممكن نزرع محاصيل اخرى بتاعت مناطق بارده، ولكن هي معظمها محاصيل فاكهه. يعني ده لسه بصدد الدراسه يعني. بالظبط كده. طيب دكتور، بما ان حضرتك بتتكلم عن المحاصيل اللي ممكن نزرعها في الجو البرد، هل من المتوقع ان في محاصيل ثانيه تختفي خلال الفتره اللي جايه لو فضلنا على هذه الوتيره من السقيع؟ الجو بيسقع سنه بعد سنه بعد سنه، هل ده بيخلينا يعتبر انذار مثلا ان في محاصيل هتختفي؟ احنا شفنا المانجا الصيف اللي فات لما اتاثرت بشكل كبير جدا، فهل ممكن تختفي محاصيل او تتاثر بشكل كبير زي ما حصل مع المانجا في الصيف اللي فات؟ بالظبط كده، المانجا السنه اللي فاتت اتاثرت مش بسبب البروده، اتاثرت بسبب مظهر اخر من مظاهر تغير المناخ في مصر. السنه دي المانجا كل مزارعين المانجا تقريبا في المزارع، يعني في عز البرد ده كل مزارع المانجا في مصر فيها العمال. ليه؟ لان الصقيع هو عدو المانجا، فبالتالي في خطوره كبيره على محصول المانجا. بيبقى في اجراءات بيعملوها بالليل عند توقع نزول الصقيع، دايما بينزل بعد واحده بالليل او اثنين بالليل، بيفتحوا ري، لازم يبقى في ري عشان الضغط البخاري بتاع الميه بتاعت الري تطرد طبقه الصقيع اللي بتنزل. واحيانا بيبقى في بعض يعني بيولعوا في بعض المخلفات على جنب كده، بحيث الدخان برضو بيعمل نفس القصه وبيرش طبعا. بس ما يضرش المحاصيل اللي ايه يا فندم؟ الدخان ده ما يضرش المحاصيل الزراعيه؟ لا، هو بيجي في حته انا لا انصح طبعا بيها، بس هم بيعملوا الشغلانه دي من ضمن الاجراءات اللي بيعملوها. فانا بس الافضل حاجه ان انا يكون في ريات خفيفه متقطعه على شفتات بالنسبه لمزارع المانجا. وفي بعض مزارع المانجا فعليا في المزارع الكبيره بدا يركب اللي هو الميست اللي هو الرشاشات الصغيره، وفي منهم بدا يغطي بطبق رقيق، وده بيقول لنا ان حتى موضوع الصوب ومشروع الصوب المشروع القومي اللي فخامه الرئيس متبنيه قد يكون مفيد جدا في مثل هذه الظروف مع تغير المناخ، حتى لزراعه الفاكهه مش لازم يكون محاصيل خضر او محاصيل طبيه عطريه. فبالتالي في اجراءات معينه الفلاحين بيعملوها. محصول المانجا محصول حساس، اتمنى ان يعدي هذا الموسم بسلام ان شاء الله على محصول المانجا، وبنصح اهالي المزارعين معلش هيتعبوا تاني الاسبوع ده، لانه متوقع يكون فيه موجه اخرى من انخفاض الحراره في مناطق كتير من مناطق زراعه المانجا، معظمها خارج الوادي والدلتا. فبرضه هيبقى الاجراءات اللي لجنه متابعه التغيرات المناخيه في وزاره الزراعه بتصدرها يوميا وبتوصل للمزارعين بكل الطرق، فاتمنى ان هم يكونوا متابعين تماما لهذه الفتره عشان يعدي الموسم على خير ان شاء الله. صحيح، بنشكر سيادتك الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخله.